صباح الخير لكم مشاهدينا، نهار جديد من برنامج أحلى صباح منطلفي عليكم. هذا البرنامج اللي هيك منحاول نبث من خلاله الأمل والبسمة على وجوهكم حتى نكفي بهالأيام الصعبة يلي رغم كل المشاكل اللي عم نمرق فيها بضل في عنا أمل أنه رح يكون في نهار جديد ورح يكون في شمس جديدة حتى هيك نعيش حياة حلوة مثل ما نحن نطمح لها. اليوم يمكن كتر من الأشخاص بيخافوا يقولوا لا أو بيخافوا من هيدي الكلمة، قد بتحوي بطياطة هيدي الكلمة يمكن كل المعاني. لا إيه فيكم تقولوها لأي شخص، لأي مشكلة، لأي موضوع أنتم مش مقتنعين فيه ومش عاجبكم، ما تخافوا من كلمة لا، لأنه هي اللي رح تكون أساس حتى تفتح لكم بواب وأفاق جديدة. لأنه إذا بدنا نضلنا خاضعين ومنطعين ويمكن ما بعرف نخاف من أنه نواجه الحقيقة يلي نحنا من آمن فيها، رح نضل طول عمرنا هيك مثل ما بيقولوا تحت رزخ وتحت وطئة أنه نحن خايفين من الآخر أو نحن خايفين أنه ناخد قرار. القرار الصائب ببلش بأن نكون مقتنعين باللي بدنا إياه وما نخاف نقول لا. صباح الخير لأ. صباح الخير بيا، وصباح الخير لكل مشاهدين أحلى صباح اللي انضموا لنا هلأ بنهار الجمعة. بدي أتمنى للجميع نهار جمعة مبارك، وإن شاء الله هالأسبوع هيك يكون قطع عليكم بطريقة سلسة ولذيذة. مثل ما كانت عم بتقول بيا، قد مهم الخيارات اللي بنخدها بحياتنا، قد مهم نعرف نفكر إمتى بدنا نقول إيه وإمتى بدنا نقول لا. وحتى اليوم يعني على المستوى الوطني بعتقد صرنا عم نتحمل كتير إشياء وما عم نقول لا، فلا صار الوقت نقول لا وما نخاف من هيدي الكلمة. دايما نحن منزيحها على جنب أو منجرب نقول بفكر أو بشوف أو منلاقي هيك الكلمات أو الإطراءات المناسبة واللازمة حتى ما نكون هالقد مثل ما بقولوا كسان بالقرار، ولكن كسرين. لا ايه لازم نقول لا، لأنه هي اللي رح تكون الحل الأنسب لكل شيء بحياتنا. إن شاء الله نوصل لحل جامع ببلدنا. يعني امبارح فيها عم بقرأ بالجريدة، تخيلي يعني رقم صغير إنما ملفت جدا، تخيلي بشهر شباط بلبنان، بكل لبنان كل شهر شباط في سيارة واحدة انباعت جديدة. يعني أكيد في سيارات عم تنباع مستعملة، إنما تخيلي بكل الشهر على مستوى الوطن كله في سيارة واحدة انباعت من الشركة، وهذا يمكن دليل على قد إيه عمل الأزمة الاقتصادية اللي عم نعيشها وقد إيه في قطاعات عم تتأثر بقصة السيارة. اليوم يمكن رح نوصل مرحلة أنه ما نعود قادرين نسوق السيارة، لأنه إذا راح شغلة معنا بالسيارة مش قادرين نصلحها، إذا راح دولاب يعني كارثة. يعني الفكرة بدك تنتبه كتير على الطريق، لأنه لا مع العالم غيرين فريماتهم ولا دوليبهم، يعني بعتقد الوضع من سيء إلى أسوأ، وكمان البنزين مشكلة تانية. في حال كان في عنا أي مشكلة بالسيارة ما نخاطر ونسوقها، لأنه رح نكون عم نشكل خطر على صحتنا وسلامة الآخرين، فننتبه لهذه النقطة وإن شاء الله بتنحل هذه الأزمة الاقتصادية قريبا بهالبلد، يعني فوق كل المصايب اللي عنا إياها في هيدا الأزمة كمان. على كل حال خلينا نروح حتى نحكي أكثر بموضوع كورونا اللي هو بعده لهلأ شاغل العالم أجمع. فكورونا بلبنان يعني يوم بعد يوم عم نقول نحن بكرة بتخف الأرقام، بكرة بتخف نسبة الوفيات، ولكن بعدنا لهلأ عم نشوف أرقام مرتفعة بالنسبة ما عم تنزل الأرقام تقريبا. نعم. وصلنا كأنه على بلاتو ما بنعرف شو بدنا نعمل. صحيح، لكن خلينا نشوف مع العالم والأرقام العالمية شو هي النسب لفيروس كورونا مع كورونا فيروس بانديميك. بعد الولايات المتحدة الأمريكية بالصدارة مثل ما عم بتشوف بشارة لازالت يعني لهلأ، تليها بالمرتبة الثانية البرازيل والهند، في فرنسا بعدين بالمرتبة الرابعة، وروسيا بالمرتبة الخامسة، وباقي الدول تباعا بتشوفون يعني حتى إنجلترا كمان تقدمت. هيدا الترتيب اللي ما عبالنا نكون فيه على كل حال. نعم هيدا الترتيب اللي ما عبالنا نكون فيه، نحن أردي موجودين فيه للأسف بشارة. فلبنان بعده لليوم يعني عم بيعاني من هيدا المشكلة، مع أنه بعدنا عم نناشد ونطالب أنه كل الأشخاص اللي مستهترين بفيروس كورونا ما يعتبروه مزحة، لأنه هو عم بشكل خطر على حياتكم وصحتكم. مثل ما عم نشوف الأرقام كانت على الشاشة من شوي بالنسبة لعدد الإصابات ونسبة الوفيات، بدنا نذكر بالخط الساخن اللي هو 1787 لكل الأشخاص اللي حابين يستفسروا عن أي موضوع بيتعلق بفيروس كورونا. نشوف الأرقام فيها يعني بال24 ساعة الأخيرة سجل عدد إصابات كورونا بلبنان 3510 إصابات، يعني رقم مرتفع، وعدد الوفيات 37 وفاة.
نعم، يعني مثل ما شايفين الأرقام كمان عم تطلع. كنا وصلنا بالمرحلة الأخيرة لل 2000 وشي، رجعنا طلعنا يعني، وبكرة كمان قادمين على أعياد، ما بنعرف قد كمان نحكي شوي هلا نسب رح ترجع عن إجراءات رح تكون بشهر رمضان، يعني إحنا قربنا نبلغ شهر رمضان. بس قبل ما نروح عن شهر رمضان خلينا نذكر بالخط الساخن كمان، لا اللي هو 17/87 والخط الساخن الآخر لتسجيل للقاح اللي هو 12/14، وصار لازم إنه كل الأشخاص يتسجلوا حتى نكون محميين. فرمضان على البواب، صحيح رمضان على البواب، رح يكون في إجراءات خاصة بشهر رمضان بموضوع كورونا مشاهدينا، يعني خلال هيدا الشهر رح يكون في حظر تجول كل يوم من الساعة 7 المساء للساعة 5 الصبح. أكيد رح يكون في استثناءات مثل كل مرة، السوبر ماركت، الصيدليات والمستشفيات بضلهم فاتحين بهيدا الوقت، وبهيدا الوقت المطاعم بس بتقتصر على خدمة الدليفري. أما الناس اللي رغبين أكيد ينتقلوا على الجامع يصلوا، الجوامع رح تكون عم تستقبل فقط 30% من قدرتها الاستيعابية الكاملة، والأشخاص اللي رغبين بأنهم يصلوا بدون ياخذوا إذن على منصة إمباكت قبل ما يتوجهوا على الجامع. أكيد خلال شهر رمضان كل التجمعات الكبيرة ممنوعة، الخيمات الرمضانية، الإفطارات الكبيرة، بدنا ننتبه كتير مشاهدينا بهيدي الفترة لما نرجع نشوف السيناريو اللي شفناه على رأس السنة واللي كان فعلا كارثة على كتير من العائلات اللبنانية. على كل حال هيدا آخر نهار جمعة من شهر شعبان قبل ما نبلغ شهر رمضان، إن شاء الله الجميع بيبلغ شهر رمضان بصحة جيدة مع كل الناس يلي بحبهم، وإن شاء الله هالشهر بيحمل معه كل الخيرات وكل النعم على اللبنانيين عموما والمسلمين خصوصا. صباح الخير لكم مشاهدينا، يعني مع هالشهر الفضيل اللي نحن ناطرينه وان شاء الله هيك بتحل الخيرات والبركات على شعب لبنان والعالم، حتى هيك نطلع من هيدي المشكله. يعني بهذا الشهر بنتامل دائما انه تكون هيك ايامنا افضل. رح نتابع احنا وياكم لليوم، وهلا صار الوقت نتعرف اكثر على احوال الطرقات مع عنصر بقوى الامن الداخلي اللي صعب. صباح الخير، بتنضم لنا مباشره من غرفه التحكم المروري. صباح النور، يعطيك العافية. الله يعافيكم يا رب. بالنسبة لحركة السير، تفضل. أنا حركة السير صباحية على مدخل على مداخل بيروت دون عوائق حاليا. المدخل الشمالي عم بيشهد حركة كثيفة من جل الديب حتى الزلقة. مدخل البقاع حركة طبيعية على ظهر البيدر وعلى نزولا باتجاه صياد. أما المدخل الجنوبي عم بيشهد حركة سير كثيفة من جسر خلدة باتجاه أنفاق المطار. أما داخل بيروت بشكل عام حركة كثيفة من جسر الكولا باتجاه نفق سليم سليم. أما بقية الطرقات غاض فحركة سير ناشطة حاليا. التذكير بطرقات الجبلية المزاد مقطوعة بسبب تراكم الثلوج، عنا جرب مربين الهرمل وعينات الأرز. أما في مخص حوادث سير، أسقاط الحوادث خلال 24 ساعة الماضية عنا 9 حوادث و12 جريح. أما حاضر السرعة 794، وهذا كل شيء لحديث هلا. نعم مشكور اللي صعب، يعطيك ألف عافية. مشاهدينا رح نروح بهالوقت تحت نتابع التمارين الرياضية الصباحية، خاصة أنه دايما بتعرفوا أنه مع الكوتش ثائر حسكور في تمارين جديدة، ولكن رح نعطيكم فكرة سريعة بالبداية عن شو ناطرنا بصبحيتنا لليوم. رح يكون معنا دكتور شهندة غصين ضحى، طبيبة وباحثة بالقلب والشرايين عند النساء. رح نحكي معها اليوم عن أبحاث طبية حول القلب وشرايين النساء مقارنة مع قلب وشرايين الرجل. بعتقد الرجال والنساء بيختلف في مواضيع القلب مش بس من طريقة علمية كمان حتى بالأحاسيس كمان اليوم ضمن مواضيعنا رح يكون معنا رميل علي القاضي لنحكي عن معرض افتراضي بتنظمه تحت عنوان Middle East Woodworks Exhibition. من ضيوفنا اليوم ايضا وليد سيف الدين، مصور فوتوغرافي وصاحب فكره مهرجان رشية للتصوير الفوتوغرافي، حتى نحكي عن هذا الموضوع بتفاصيله لهسه. دكتور نجاة صليبة أكيد الخبيرة بكل المواضيع البيير كمان رح تكون معنا اليوم لنحكي عن انفجار بركان إتنا وكل الأضرار اللي معقول يسببها بالمنطقة وبلبنان. كان في تخوف من كتلة غاز وهو ثاني أكسيد الكبريت إنه يوصل على لبنان. صحيح. كل هالتفاصيل رح نخدها أكيد مع دكتور نجاة صليبة. صباح الخير مجددا مشاهدينا، صار وقت نطلع سوا على احوال الجويه واحوال الطقس. معنا مباشره المهندس عبد الرحمن زواوي بينضم لنا من مصلحه الارصاد الجويه بمطار رفيق الحريري الدولي. صباح الخير عبد الرحمن. صباح النور، يعطيك العافيه. الله يعافيك، يعني شكلها مشمسه عندك اليوم. ايه نادي الجولف، احنا عندنا مركز ارصاد جويه بنادي الجولف. نعم، كيف رح يكون الطقس؟ الارض لنا. اول شيء بنتمنى لكم رمضان كريم. أكيد. بسبب اقتراب شهر رمضان الكريم إن شاء الله بنعاد عليكم وعلى المشاهدين بالصحة والعافية،
وبكون شهر جيد ان شاء الله ان شاء الله يا رب. وثاني شيء بدي استغل بس هالطلاله هيدي لنحكي عن قصه الرماد البركاني، لانه في كثير جينا اتصالات الجمعه الماضيه بموضوع الرماد وموضوع الاس او 2 وهالاشياء هيدي. اهم شيء انه وسائل الاعلام ما تحكي مع اشخاص ما عندهم اطلاع او ما عندهم اختصاص بالموضوع هيدا، لانه ما حدا عنده صور الساتلايت اللي بتفرجي صحيحه انه حقيقه شو في بالجو الا مصلحه الارصاد الجويه. نحن عندنا صور الساتلايت اللي جاي من الامد سات، هي المؤسسه المسؤوله عن على كل الجيوستاسيونير ساتلايت موجودين بالجو، وهن عم يصوروا الاجواء. ونحن من اول طريق شفنا بالصور الساتلايت انه ما في اي شيء بخوف بالصور، كيف في صور عم تتداول هي صور ملونه بتعطي فكره عن الغبار وعن الرطوبه وعن الغيوم، جمعوهم كلهم مع بعضهم وعملوا مثل شيء بخوف، صار يطلعوا ناس تتفلسف وتحكي انه رياح وما رياح وكذا. لذلك اهم شيء دائما نرجع لمصلحه الارصاد الجويه، بس حبيت اقول هالكلمه، وما في شيء بخوف يعني صراحه لا داعي للهلع، لانه ما في لا تلوث بالجو ولا غاز لاس او 2. يعني نحن لا داعي للهلق منك رح نصدقها اخر مره، يمكن هيدي الجمله فتنا فيها شوي بالحيط. المشكله يمكن وسائل الاعلام على كل الاحوال عبد الرحمن انه دائما يمكن ما بيسالوا اختصاصيين بالمواضيع اللي بيستشيرون فيها، ان كان من ناحيه صحيح. كورونا مع الاطباء او من ناحيه المواضيع اللي لها علاقه بالاحوال الجويه صحيح. ومثل هيدا الموضوع مع الاختصاصيين مثل حضرتك وكل الزملاء بمصلحه الارصاد الجويه. لانه في شغله اساسيه كمان، اذا لاحظنا نحن بايطاليا وباليونان وبتركيا ما حدا حكي بالموضوع ولا حدا سال، بركان لقيتنا موجود بايطاليا. طب لاحظنا شيء بايطاليا في خوف او هلع او مشكله بايطاليا؟ ما عندهم مشكله، معقول المشكله عندنا هي هو البركان عندهم؟ يعني في اشياء لوجيك ومنطقيه العالم ما فكرت فيها، ركضت بس على التخويف. رح نحكي بكل حال عبد الرحمن عن هالبركان كمان مع دكتور نجاة صليبة بسياق الحلقة. صحيح. انا ما بحب اسالك كمان، عم نشوف هالفترة شوية غبار وهيك كتل حارة ببلدنا. صح. هل هي لها علاقة برياح الخمسين اللي بيحكوا عنها يمكن بهيدي الفترة، فترة الربيع؟ يعني حقيقة نهار الثلاثة بالتحديد وصلت درجة الحرارة على الساحل ل 29 درجة. هيدا النهار فينا نقول شبه خمسيني، بس هو الخمسيني اجمالا هنحكي صراحة هو بيمتد فترة أطول، وهي درجة حرارة مرتفعة ليل نهار. نحن شهدنا بالنهار الثلاثة درجة حرارة عالية، بالليل عادت وانخفضت وكانت لمدة نهار واحد. نعم. وانحسرت، وهلا قادم لنا منخفض جوي مثل ما لاحظ على الخرائط مصدره تركيا، هو موجود هلا حاليا بتركيا وبيتجه بين قبرص وتركيا صوبنا، ببلش بالتأثير علينا من مثلا اليوم الجمعة. حيصير في عندنا انخفاض إضافي بدرجة الحرارة اللي هي أساسا اليوم أقل من المعدلات الموسمية، يعني إحنا اليوم على الساحل بين 13 و 21 درجة، بينما المعدلات الموسمية هي بين 15 و 24 درجة، يعني انخفضنا على المعدلات الموسمية بسبب قدوم المنخفض الجوي اللي بنلاحظ عم يجي باللون الأصفر والأخضر على لبنان وبيستمر لحد صباح الأحد. هلا أكثر شيء بالليل، يعني ليل الجمعة السبت وصباح السبت في عندنا أمطار، بعض الأحيان غزيرة. هلا نحن بالربيع ما ننسى نحن بشهر نيسان. شهر نيسان يعني رح يحمل بعض المفاجآت، فينا نقول بعد ما صيفنا. صحيح، بعد ما صيفت، لانه اساسا المنخفضات الجويه اذا بنلاحظ على الخريطه بعدها مبينه، هيدا المشهد اللي عم نشوفه على الخريطه هو عاده بنشوفه نحن بشهر شباط وباذار من السنين العاديه، بس ما انه هالسنه الشتويه تاخرت شوي، اذا بنلاحظ اذا بنتذكر اول السنه ايلول تشرين اول صحيح. ما كان فيهم امطار، درجه الحراره كانت مرتفعه، صار في ديكلاج فينا نقول بالمنخفضات الجويه، ونحن هلا بدنا ناخذ الكميه اللي هي اصلا مكتوبه لنا مثل ما بيقولوا بهالسنه هيدي. كميات الامطار بالمناطق الشماليه كثير جيده، اكثر من جيده، حوالي 950 ملم، ببيروت حوالي 650 ملم، مع هذا المنخفض الجوي اللي حنشهده هلا حنطلع ببيروت لحدود 700 ملم، يعني فينا نقول انه كميه الامطار اللي او بعض الاحيان عم تتاخر، بس عم نرجع ناخذها هي ذاتها تقريبا على السنه مع شويه ديكلاج، ممكن يستمر المنخفضات الجويه بالوصول الى لبنان حتى نهايه نيسان، في سنين كثير بايام بتشتي اوقات، يعني ما هذا الشيء مش غريب. صحيح. هلا المنخفض الجوي اللي عم نحكي عنه حيعطي ثلوج على ارتفاع 1700 متر وما فوق خلال نهار السبت، حياه ضباب، وحيكون في عندنا اشتداد سرعه الرياح لحدود 80 كم بالساعه، ممكن يكون في كمان ارتفاع موج البحر، هلا ارتفاع موج البحر تقريبا بحدود تقريبا متر متر ونص، ودرجه حراره المي عم تكون 19 درجه، يعني بعد درجه حراره المي بعدها منخفضه مبدئيا. نعم. تقريبا مثل الجو. نهار السبت بالليل الامطار مستمره، صباح الاحد في عندنا بدايه انحسار بالمنخفض الجوي مثل ما لاحظ على الخريطه، ولكن يعود وبيعمل دوره ثانيه وبيرجع نهار الاثنين الصبح، يعني كانه الاحد خلال النهار بتحسن الطقس بس بارد، نهار الاثنين تعود الامطار، وبنحذر كمان من الضباب على المرتفعات، لانه على طول عم يكون لما يكون درجه حراره منخفضه اقل كميه رطوبه موجوده، خاصه لما تكون الامطار شتت قبل بليله، عم تتبخر الامطار تعمل ضباب على الطرقات الجبليه خاصه خلال النهار، وبتعمل فوق ارتفاع 1500 متر ضباب كثيف بعض الاحيان. نعم.
ابتداء من صباح الاثنين كان في امطار بس انا حسب تدريجيا ويعود الطقس لطبيعته ابتداء من نهار الثلاثاء. هلا درجات الحراره حتكون تقريبا بين 10 و19 درجه، يعني هي بارده نسبيا نهار السبت، بين 6 و14 على المرتفعات وبين 5 و14 بالبقاع. اجمالا هيدا هو الطقس، حال الطقس للايام القادمه، يعني طقس فينا نقول شتوي بس بفصل الربيع. نعم، يعني رح يكون ويك اند ممطر فينا نقول، كل العالم اكيد ينتبهوا على الطريق وافضل اكيد يلزموا بيوتهم بهيدي الفتره بسبب كورونا وبسبب التأس. شكرا عبد الرحمن زواوي على كل هالتفاصيل، اكيد بيكون معنا ان معك لقاءات اخرى الاسبوع المقبل لناخذ كل المستجدات المتعلقه باحوال التأس. مشاهدينا رح نتوقف مع فاصل قصير وبعده منتابع احلى صباح، خليكم معنا. تابعين معكم مشاهدينا أحلى صباح. بيختلفوا الرجال والنساء بمواضيع عديدة وبيختلفوا أيضا بمواضيع القلب، وهيدا موضوع فقرتنا بهيدا القسم، إنما موضوعنا طبي بامتياز مع الطبيبة والباحثة اللبنانية وهي مغتربة لبنانية دكتور شاهندة غسان دوحة، وهي طبيبة مختصة بالقلب والشرايين، لنحكي عن أبحاث أجرتها اللي علاقة بقلب وشرايين النساء مقارنة مع قلب وشرايين الرجل. صباح الخير دكتور. صباح الخير، اهلا وسهلا فيك باحلى صباح. دكتور شاهندة، انت مغتربه لبنانيه موجوده حاليا بهولندا، خبرينا بدايه كيف عم بتعيشي لبنانيتك، هل بعدها موجوده بحياتك اليوميه بهولندا؟ يعني اكيد اولا شكرا على هذه الدعوه الحلوه، ويعني لبنانيتي موجوده بكل شيء بعمله، من ان كان حياتنا العائليه الشخصية وطريقة التعامل مع الناس، يعني لبنان موجودة بقلبي وبعقلي أكيد، يعني نعم. هذا الشيء ما شك فيه. دكتور شاهندة، حضرتك يعني تخصصتي بموضوع القلب والشرايين عند النساء، ليه هالاختيار المحدد جدا فينا نقول؟ والله أنا لما بلشت يعني اتخصص طب كان ببالي والله بدي أعمل طب نسائي، وبلشت ببي اتش دي بطب النسائي وتخصصت بمرض اسمه بريكلامبسيا، اللي هو تسمم الحمل. وبعدين باثناء هذا البحث اتضح والله انه القلب والشرايين عندهم علاقه كبيره بهذا المرض اثناء الحبل، وعنده علاقه بامراض القلب بعد الولاده. فأثناء هذا البحث إنه ولد my interest، حبي لأمراض القلب والشرايين عند النساء، وغيرت تخصصي من طب النساء لطب القلب، وضليتني عشان لقيت بقدر أعطي أكثر من بهذا المجال. دكتور، اليوم شو الفرق علميا بين قلب وشرايين الرجل وقلب وشرايين النساء؟ يعني في فرق اليوم علميا؟ العشر سنين اللي مضوا صار في كتير أبحاث ومعلومات جديدة عن أمراض القلب عند النساء. قبل هذه الفترة كان كتير والله فكر عند العالم إنه أمراض القلب هي بالأخص أمراض عند الرجل، يعني اللي بيصير الكلاسيكال باترن، يعني الفكرة الكلاسيكية ببالنا كانت إنه الجلطة بتصير عند الرجل، والريسك فاكتورز يعني الأشياء اللي بتأدي لهالأشياء معروفة إنه عند الرجل، كان هو اللي بيشتغل وهو اللي عنده ستريس وهو اللي بيدخن وحياة نمط معين كان موجودة عند الرجل، لحتى اكتشفنا من كم سنة إنه لا والله هذا شيء مش بس بيتعلق عند الرجل، لحتى مرقت لدرجة وصلنا لسنين كانوا أكثر نساء عم يتوفوا من أمراض القلب أكثر من الرجال. فهيدا خلتنا إنه والله نرجع نفكر إنه لا، هذا مش مرض عند الرجال، كمان النساء عندهم إياها. والسبب لأنه ما كنا قبل نكتشفها بسهولة، اللي هلأ الأبحاث وصلت له إنه العوارض اللي بتصير عند النساء بس يصير عندها جلطة بالقلب هو عوارض غير ما كنا نعرفها، غير ما كنا ندرسها بالجامعة، غير اللي موجودة بالكتب. كيف تختلف العوارض بين النساء والرجال؟ العوارض اللي معترف عنها عند الرجال اللي هو ضغط على القلب اللي بيروح على الإيد اليسار أو على الجو يعني، وضيق تنفس، هي الـ very classical pattern. عند النساء بتصير بطريقة مختلفة،
أغلب النساء بيعانوا من عوارض اللي هي مش typical، اللي هي منا تقليدية يعني. نعم ممكن تروح للإيدين الاثنين مش بس على الشمال، ممكن يلاقوا ضيق تنفس، تعب معين اللي عم بيزيد بمراحل كل أسبوع، يعني مش كتير واضحة هو البرزنتيشن. ولإلها السبب اللي هي من الأسباب إن والله المرة بتحكي عن عوارضها بطريقة غير، واللي عندها كتير ضغوطات عائلية فبتقول والله هول التعب هول العوارض ممكن يجوا من الستريس ما بين الشغل والبيت، وما كتير منفكر إن والله هاي بتجي من القلب. الشغلة التانية اللي كتير مهمة، لأنه الجلطة بالقلب عند الرجال تجي بطريقة مختلفة مما بتجي عند النساء. القلب عنده كذا نوع شرايين، نوع من الشرايين الكورونري ارتريز اللي هن بيكونوا كبار ونقدر نشوفهم بالقطرة، بس في كمان الشرايين الصغيرة اللي هي المايكرو فاسكولاتشر، اللي معروف إذا صار في جلطة عند الرجل بتصير أغلب الأحيان بهالشرايين الكبار اللي فينا نشوفها، فينا نحط فيها رصاصة، وبشكل عام منكون عالجنا هالمنطقة اللي هي مضروبة. عند النساء بتصير أكثر بالمايكرو فاسكولار، يعني بالشرايين الصغيرة اللي ما بنقدر كتير بسهولة نشوفها بعمليات الكسترة. وهلأ الأبحاث الجديدة عم تتطرق والله لطرق جديدة لنشوف كيف بنقدر نشوفها مزبوط، كيف بنقدر نعالجها مزبوط. دكتور، هل فينا اليوم نجزم انه مثلا في خطر اكبر من النوبات القلبية او الجلطات القلبية على النساء من على الرجال، ولا ما عندنا رقم معين تنقدر نعرف فعلا وين في خطر اكثر؟ هلا الخطر في كذا نوع خطر، في خطر بنفس الوقت بنفس المرحلة which is the acute setting اللي هي اذا صار في تسكير، اذا شريان من هالشرايين الكبار تسكر بلحظتها بتكون الخطر أكبر على اللي عم تصير معه، اللي هي قلنا بتصير أكتر عند الرجال. الحمد لله إنه في طرق كتيرة، يعني بهالأيام قليل الناس اللي بعدهم بيتوفوا بلحظتها أثناء الجلطة، عشان صار عندنا طرق كتيرة لنكتشفها ونعالجها. إذا طلعت على المدى الطويل، الحالات اللي ما بتقدر تكتشفها بسهولة وما بتقدر تعالجها بسهولة، لأن هيدي أكتر شيء موجودة إنه عند النساء عشان هن الشرايين الصغار اللي ما بنقدر نعالجهم مزبوط، على المدى الطويل هو اللي ممكن تؤدي لأنه القلب يشتغل بطريقة أخف اللي بنسميها heart failure، يعني هي ممكن تؤدي له. وعشان ما بنعرف مزبوط كيف بدنا نعالجها هلأ، هيدي بتؤدي عند النساء أكتر لهذا الشيء، فللمدى الطويل ممكن يعانوا النساء أكثر منه. نعم دكتور، هل بيكون الخطر عن عمر مختلف عند النساء والرجال؟ يعني بنسمع دائما أنه مثلا الرجال على عمر 40 عندهم خطر أكبر يعملوا جلطات أو نوبات قلبية. صح، الرجال عندهم على يعني هي بين 50 و60 بتصير أكتر عند الرجال. والidea behind that يعني الفكرة اللي موجودة حاصلي اللي معمولة أدت لأنه والله النساء أثناء قبل ما يفوتوا بالمينوباوز فعندهم هرمونات بالجسم اللي هي من الأستروجين، هذه بتحمي الشرايين، بتحميهم بطريقة إنه ما يصير معهم هجلطات بسن صغير. بس يفوتوا بالمينوبوز بتروح هيدي كمية الأستروجين بقلب الجسم، وهيدي بتأدي لأنه إذا صار عوارض قلب بتصير أغلب الأحيان بعد ما تفوت المرة بالمينوبوز، وبدأ سنين كمان لتتكون. فالنساء إذا صار معهم بالقلب، ولنقول هون مزبوط لنكتشف إنه معهم بالقلب، عشان قلنا من شوي إنه العوارض بتجي سنين ما بنقدر نكتشفها مزبوط، لنكتشفها بكون أغلب الأحيان لهم كذا سنة بالمينوبوز، يعني بحدود 70. نعم دكتور شهندة، ذكرتي نعم تفضلي. هيدي الفكرة اللي معروفة عنا عن جلطات القلب، بس في أنواع جديدة اكتشفت حديثا اللي هي والله خزق من الشرايين، اللي هي إذا صارت بتصير أكتر عند نساء حوالين الحبل.
والصغار، وهيدي كمان انه ما عندهاش علاج كتير. وفي شيء اسمه broken heart syndrome اللي هي بتصير كمان، ممكن تصير عند النساء الأصغر بالعمر إذا صار عندهم حالة نفسية شديدة بلحظتها. نعم، يعني ذكرت النساء الحوامل بفترة الحمل، شو الخطر الحقيقي من الجلطات القلبية للنساء، وكيف معقول يقدروا يتوقعوا الجلطات بهيدي الفترة؟ لنقول أول شيء أنه الشانس لتصير جلطة أثناء الحبل كتير صغيرة، بس الحبل عنده تأثير كبير على القلب والشرايين. يعني أنت فيك تتخيل أنه والله بس تحبل المرأة في عندها عضوين two organs جداد بقلب الجسم اللي هي البلاسينتا واللي هي الولد، لتقدر تبعت دم للبلاسينتا والولد بدك تزيد، بدك تعمل أكتر دم مجهود، يعني بدي أعمل القلب إفار أكبر. نعم yeah. فعندك 30% أكتر دم بجسمها للمرأة، والقلب بده يخلي هذا الدم يجري بقلب الجسم. فعشان هيك القلب بيكبر بطريقة معينة منشوفها كمان نفس طريقة كبر القلب للي بيعمله الماراثون، بيروح على الأولمبيكس. يعني it's a trained heart. هذا اللي بتصير أثناء الحبل الطبيعي. هلا إذا قلبك وشرايينك عم يشتغلوا بطريقة مظبوطة، ما في أي مشكلة بهذا الشيء، القلب بيتغير بهذه الطريقة، وبعد الولادة بيتغير للطريقة اللي كانت فيها. It's a very healthy development. عند بعض النساء اللي هي تقريباً 10% من النساء، يعني تتراجع بين 3% و10%، بيكون في شيء بالشرايين أو بالقلب مش متشفينه من قبل، ضغط دم، ممكن كمان هايبركوليستيروليميا يعني الكوليسترول عالي، أو شيء بعدنا مش مكتشفينه. هيدي بتخلي إنه أثناء الحبل ممكن يصير في عوارض، اللي هن العوارض اللي قلناها بريكلامسيا تسمم حبل، ممكن الولد ما ينمى بطريقة مظبوطة، ممكن يصير في هاي بلود بريشر أثناء الحبل أو هيلبسن. نعم. هلا هول الأمراض أثناء الحبل في عندهم سلبيات بلحظتها على المرأة وعلى الولد. نعم. وعلى الجنين. إيه. بس يخلق الجنين، ضلينا سنين نفكر إنه والله خلاص خلق الجنين صحة الأم، فمعش عندها مشكلة. بأبحاثنا اكتشفنا إنه لا، هول النساء اللي بيتعرضوا لهول أمراض أثناء الحبل عندهم 8 مرات أكتر تشانس ليصير معهم جلطات بالعقل أو جلطات بالقلب بعمر كمان أصغر من النساء بشكل عام. و30% منهم بيضل عندهم high blood pressure، يعني ضغط دم عالي بعد الولادة، وأغلبهم بيكون عندهم حالة مش مرتاحين فيها كتير. فهيدي المرحلة ما بين الولادة ومرحلة إنه بس يكبروا بالعمر يصير عندهم عوارض بقلبهم أو بعقلهم، مرحلة نحن بنسميها twilight zone، يعني مرحلة ما بين نحن بنفكر إنه المرأة ما أشبه شيء، بس الحبل دلنا على إنه لا، جسمها قلبها شرايينها لازم نهتم فيهم أكتر. نعم، أكيد بدأ تتابع هيدا الموضوع لفترة ما بعد الحمل. دكتور شهندا، اليوم إذا بدنا نحكي عن الجلطات بشكل عام، شو سبل الوقاية إن كان للرجل والمرأة على حد سواء؟ الوقاية أهم شيء. قد ما كان نحن عنا هلا طرق لنعالج فيها الجلطات، بعدهم هود الطرق مش مهمين قد الوقاية. ببلش الـ development، يعني الجلطة هي شو؟ الجلطة هي شريان صار فيها كوليسترول عم تجي بقلب الجهة تعود الشريان، وكل ما عم تكبر وفجأة بتسكر هالشريان أو تنخزق وبصير في دم فيها. هذا الدم بيجمد، وكمان ممكن يسكر الشريان بمطرح تاني. يعني هيدا الشيء بأغلب الأحيان ما بتصير بلحظتها، هذا الشيء بيصير عبر سنين بيتكون. وأكثر من هيك already، بس يكون الجنين ببطن أمه
you are already programmed. يعني معروف حتى الجنين اللي بيخلق من ام وزنه مش مظبوط، ضغطه مش مظبوط، الكوليسترول عنده عالي، already عنده هو قابل ليصير معه هالامراض بعدين. نعم. يعني اليوم عن اي عمر لازم الشخص يبلش ينتبه يمكن لصحه شرايينه؟ من هو وبيبي الشخص، ومثل ما قلت الافضل كمان هو بعده ببطن امه، بس من اولادنا اطفالنا كلهم. انا كمان بالبيت كثير بهتم بهذا الشيء، وبنقول للمرضى اللي بيجوا لعنا بليز اهتموا هلا، عشان هلا الوقت لتخلي الاكل الصحي، يعني مش بس الوزن كمان الاكل الصحي كثير مهم. يعني احنا بنعمل نشمل الوزن بالاكل الصحي، بس هو اثنين اشياء ممكن يكونوا سيبريت من بعضهم. يعني نعم. الخضره الفواكه ياكلها الواحد، الفيزيكال اكتيفيتي رياضه، قد ما بلش بعمر صغير قد ما هيدي بتخليه ليتر ما يصير عنده هول. نعم. يعني التغذيه والرياضه مهمين جدا عن عمر صغير، الواحد بيهتم بصحه شرايينه. دكتور شهندا، اجريتوا بحث انت ومجموعه من الباحثين الاوروبيين حول موضوع الجلطات ولقاح كورونا، وعم نسمع كثير هالفتره انه في علاقه ما بين اللقاح وتكون الجلطات، شو رايك علميا بهذا الموضوع؟ خلينا نقول اول شيء الجلطات اللي بتصير اللي عم نشوفها بعد من الفاكسينز، النسبة كتير قليلة، كتير واطية ليصير هذا التجلط. يعني اللي شفناه هون هي 1 على 100,000 ل1 على المليون اللي عم تصير اللي عم نشوفها. يعني إذا بتاخد مثل اللي هو الانتي كونسبشن بيل، يعني الدواء اللي بياخدوها النساء مشان ما يقبلوا، عندهم تشانس 1 على 1,000. يعني تشانس ليصير جلطات من الكونترسبشن اعلى من ليصير جلطات من الفاكسينيشن، and still we do accept. على كل حال يعني يمكن حتى خطر الاصابه بالجلطات من وراء فيروس كورونا وكوفيد 19 اعلى من الخطر الاصابه بالجلطات جراء اللقاح. ابسولوتلي اعلى بكثير. واللي بدنا نقوله كمان انه هول المعلومات اللي عم تجي، يعني مثلا اذا اجى مريض معه جلطه بنشوفها يوميا، هيدا بنشوفها يوميا بالمستشفى. قبل كانت تفتش على other risk factors، هلا العالم اللي عندها risk اصلا ليصير معها جلطات independent from covid independent from the vaccination كمان عم تجي وعم بيكون عندها جلطات، بس عشان عم ينعطوا vaccination عم يصير في suspicion انه والله ممكن تكون منها. يعني بعد مش اكيد ما ثبت علميا انه it's a side effect، انه هي سلبية الفاكسين ممكن تكون coincidentally اجوا مع بعض. نعم. هالاشياء كتير يعني عم ينبحث فيهم. نعم. وما لازم تأدي برأيي لحتى انه والله الواحد ما ياخد الفاكسينيشن عشان التشانس لياخد كوفيد وياخد جلطة من الكوفيد أعلى بكتير. نعم. يعني على كل حال سمعنا امبارح وزير الصحة أن 30% من الأشخاص اللي كان عندهم موعد بلبنان ليأخذوا لقاح أسترازينيكا ما إجوا على الموعد، وأكيد بسبب كل المعلومات يعني اللي سمعناها بوسائل الإعلام متعلقة بالجلطات. وبعتقد هذا موضوع خطر جدا، لأنه مثل ما حضرتك عم بتقولي خطر الإصابة بالجلطة من فيروس كورونا أكبر بكتير من خطر الإصابة بالجلطة من وراء اللقاح. دكتور بدي أسألك، يعني كتار من المصابين بكورونا عم بيصابوا بالجلطات بعد فترة، يعني حتى بعد شفائهم من كورونا بجمعة أو 2 أو 3، في معلومات عن هالموضوع؟ كذا بحث هلأ منهم بحث اللي عملناه لنحدد. نحن بنحكي عن جلطة، بس هي الجلطة ممكن تكون كذا نوع. يعني في عندك الفينوس اللي هي ممكن تكون لونجلاي، تكون بالإجر، ممكن تكون جلطات الأرتيريال اللي بنشوفها أكتر شيء بالكورونا اللي هي الفينوس، يعني اللي هي بتجي بالرواية أو بالإجر أو حتى أحيانا بالعقل. اللي معروف عن الكورونا انفكشن اللي هي بتأثر على ريسبتور معين، يعني خلية معينة بقلب الجسم اللي هي بتأدي لعوارض كتير بالجسم، مش بس هي المرض اللي بتاخدها منها انه التهاب بالرواية، لا هي بالنهاية التهاب اللي بتصير الناس اللي بيمرضوا كتير منها
بتصير التهاب بالشرايين الصغير. يعني احنا بنسميها هلا سيستماتيك ديزيز، مش بس مرض للرواية، لا مرض للجسم كله. عند البعض بتضل خفيفة، عند البعض بتنتشر بالجسم كله. بس يصير عندك التهاب بشرايينك الصغير بيصير في كاسكيد، يعني very complex، كتير مش لنقول الديتايلز تعولها كتير صعبة، بس بتخلي خلايا بقلب الدم وبقلب الشرايين يؤدوا لها الجلطات، وبتصير أغلب الأحيان مش بنفس الوقت، بتصير بعد أسبوعين ثلاثة. نعم. من الانفكشن. يعني بده يكون هون في متابعة حتى بوست كوفيد، هيدا شيء يمكن اللي بدنا نتذكره من هالموضوع، انه بدنا نتابع مريض الكورونا حتى من بعد ما يصير بي سي ار نيجاتيف ويشفى. هل فيروس كورونا عم بيخلي اثار سلبيه على القلب على المدى الطويل؟ ايه، هلا الابحاث اللي عملناها مع كم بلد باوروبا، شفنا كمية من المرضى اللي كان عندهم كورونا شفناهم 3 أشهر بعد ما صحوا، 6 أشهر بعد ما صحوا. خلينا نقول أول شيء، بس يكون معه الواحد كوفيد انفكشن ويكون بقلب المستشفى ويصير معه، يعني احنا هون كمان منقيس الاشياء اللي بيفرزها القلب، الشيء بتقول إذا القلب عم بيعاني منه، التروبونين بنسميه. إذا التروبونين عالي أثناء الكوفيد إنفكشن بيصير التشانس ليتوفى المريض من كوفيد 10 مرات أكتر. من الناس اللي بيصحوا لثلاث أشهر لست أشهر بعد ما يصحوا، شفنا بستري ببحث عملنا فيه MRI، يعني بحث فحص مغناطيسي، شفنا انه ضل في علامات واثار من ممكن يدل على التهاب بعضلة القلب اللي كانت قبل، وممكن يدل على بعض المناطق اللي كان عندها نقص بالاكسجين بهذه الفترة. فهيدي لمدة 6 أشهر، وهلأ عم نكفي البحث لنشوف شو له سلبيات لمدة أطول من هالفترة. نعم، أكيد رح ننطر كلنا نتائج البحث دكتور شهندا، لأنه إحنا بنعرف إنه أبحاثك مهمة جدا وعم تعتمد بشكل كبير بدولة هولندا. مفكرة تزوري بلدتك كفر ملكي قريبا؟ يعني نحن بشكل عام مرة كل سنتين بننزل، يعني والولاد هلأ كمان بيسألوا إنه أمتى رح نرجع ننزل لهونيك، فناطرين بس ليصح الوضع ونقدر نرجع ننزل ونبسط ونشوف العائلة وكل حدا هناك. أكيد، يعني أهلا وسهلا فيك ببلدك. الباحثة والطبيبة بالقلب والشرايين دكتور شهندا حسين دوحة كنت معنا مباشرة من هولندا. شكرا على هالمعلومات المهمة جدا، وتحية لكل الجالية اللبنانية بهولندا. نحن فعلا بنفتخر نشوف باحثين لبنانيين عم بيثبتوا مهاراتهم وتفوقهم بكل أنحاء العالم. شكرا كثير، أهلا وسهلا فيك. مشاهدينا بنتوقف مع فاصل قصير وبعده منتابع أحلى صباح، خليكن معنا. صباح الخير لكم مشاهدينا، بتذكر كل الأشخاص اللي عم بتابعونا ما ينسوا يتواصلوا معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالبرنامج، إن كان على الفيسبوك على تويتر أو عبر الإنستغرام أحلى صباح. الحفر على الخشب هو من أقدم الفنون الجميلة يلي طبعت عبر العصور وتركت أثر كتير حلو عبر يمكن تحف فنية عم نشوفها وعم بتكون موجودة إن كان ببيوتنا إن كان بمتاحفنا. اليوم رح يكون في معرض افتراضي رح يتم تنظيمه تحديدا للحفر على الخشب، لحتى نشوف هذا المعرض شو بيتضمن. رح نحكي بالتفاصيل مع ريميل علي القاضي تنحكي معه عن ميدل إيست وورد وود إكزيبيشن اللي رح يصير كمعرض افتراضي. صباح الخير لإلك ريمي. صباح النور، ميرسي لك. يعطيك العافية ريمي. بالبداية خبرينا شوي كيف خلقت هيدي الفكرة وليه عم بتم تنظيم هيك معرض اليوم؟ بالبداية نحن أصلا بجائحة كورونا وبالتسكين البلد اللي عم يصير بالعالم كله مش بس بلبنان، كل الصناعات وكل الحرف بالأخص الحرف عم تتأثر بهذا الواقع الصعب.
احنا صرنا بدنا نرجع للاونلاين، مثل ما كل حياتنا صارت على الاونلاين صار كمان شغلنا كله بصوره يكون مركز على الاونلاين. فاجتمعنا إطار التخطيط لكيف بدنا نكفي ونخطط لنتقدم بهذا المجال او نكافح الوضع الاقتصادي الصعب يلي صار عم يلزمنا كلياتنا سوا. فارتقينا بانه لازم نعمل نشاط منه ثقافي ومنه بذات الوقت نكون عم نعمل حركه لحتى نكسر هالجمود، نكسر هالتسكير يلي صاير، يلي ما حدا بقى عم يقدر يعمل ولا اي نشاط ان كان. كل المعارض مسكره، كل الصالات مسكره، حتى اللي عنده محل بيعرض فيه المنتجات تبعته مسكرهم. فقلنا ليش ما بنستفيد من ظاهره الاونلاين ومن ظاهره المعارض الافتراضيه ونطبق هذا الشيء عندنا بلبنان. فحبيت نحن وفريق العمل ديكريتيف نعمل هيك نشاط ونضم فيه قد ما فينا عدد كبير من الاشخاص اللي بيشتغلوا من رواد الاعمال الحرفيه بالخشب من لبنان ومن الشرق الاوسط. لهيك اجى المعرض اسمه معرض الاعمال الخشبيه بلبنان وبالشرق الاوسط. نعم، هذا المعرض هو الأول من نوعه مثل ما ذكرت بلبنان والشرق الأوسط. خبريني شوي شو راح يضم من أعمال، مين الحرفيين اللي راح يكونوا موجودين داخل المعرض؟ المعرض مزبوط لأنه كل شيء جديد بالنسبة للمعارض الافتراضية، هي أول مرة راح يصير في معرض افتراضي بلبنان للأعمال الخشبية. المعرض راح يضم حوالي 20 شخص، راح نطلع بزوم ميتينج، كل عارض راح يعرض الأعمال تبعوته. الخشب هو مادة خام أساسية بس كل حدا رح يتناولها بطريقة مختلفة، فتقريبا رح يكون في تنوع رهيب. الواحد رح يستغرب إنه خشب وعم يطلع منه أعمال كتير مختلفة، يعني ممكن يكون في عنا 20 عارض مع 20 عمل مختلف من الأعمال الخشبية اللي رح تكون مشاركة. فرح يكون في أشخاص من لبنان وأشخاص من الدول العربية رح تشاركنا، وكل حدا رح يكون في عنده عم ياخد الخشب مثل ما قلنا لمحل مختلف. فالناس رح تكون عم تستخدم الخشب لأعمال تزيينية من صواني ولا شيء للعرض لاستخدامات منزلية، أو ممكن تكون لإعادة استخدام الخشب، يعني في ناس عم ترجع تاخد الخشب العتيق وتنظفه وتزبطه وترجع تعيده ليصير في upcycling recycling للخشب. وفي أشخاص عم تاخده كمان من نواحي فنية إبداعية، تعمل نسير أو تعمل أشياء فيها فن. وكمان في عنا أشخاص عم تاخد الخشب لتعمل منه ألعاب للأطفال، وهذا الشيء كمان شيء كثير مهم وكثير أساسي. عم نستخدم الخشب كمادة محافظة للبيئة ومادة غير مضرة وكمان كثير مفيدة للولد، كمان عم تعطيه قطعة غير مؤذية يعني كمان للتثقيف وللتعليم. رح يكون في أشخاص كمان عم تكون يعني عم تأجينا هالإبداع، يعني عم بياخدوا خشبة يمكن جزء من شجرة وعم يعملوا منها أشياء كتير حلوة ديكوراتيف تنحط بحي البيت وبحي المحل. نعم، ريمي، هذا المعرض رح يشارك فيه مثل ما ذكرتي من شوية عدد من رواد الخشب إن كان من لبنان أو من الدول العربية. طيب، هل الأعمال رح تعرض مباشرة ولا رح تحضروا مسبقا لهذا المعرض ونرجع نشوفه كمشاهدين؟ نحن مثل ما ذكرت قبل العارضين رح نطلع لايف ميتينج، كل عارض رح يكون في معه بارت تايم يعرض الشغل تبعوته ويرجينا ابداعاته بالطريقه اللي هو بيلاقيها مناسبه، يمكن يطلع مباشره من صاله العرض عنده او يمكن يطلع مباشره من الاتوليه. فهو كل شخص رح يكون مختار الطريقه اللي بيعرض فيها، وبذات الوقت نحن رح نكون طالعين لايف عبر صفحات المشروع لحتى كل الجمهور يلي متابع الصفحه والجماهير تبعوت العارضين يقدروا كمان يتابعونا ويحضروا هالمعرض. كثير حلو رح يكون ويضم كثير اعمال متميزه منفذه من رواد لبنانيه وعرب عم بيعملوا خشب بطريقه متميزه جدا. نعم، ريمي، شو هي الصفحات اللي ممكن يتابعوكم من خلالها؟ نحن في عنا على الفيسبوك وعنا على الانستغرام me.woodworks.exhibition.
هن هيدول الصفحات الأساسية للمعرض أو middleeast.woodworks.exhibition هن المعارض الصفحات الأساسية لهيدا المعرض لحتى العالم بيحب يتابعنا ويعرف آخر الأخبار عنه ويعرف كل شيء جديد عن هيدا المشروع وأمتين رح يصير ويقدر يحضرنا لايف لما نطلع لايف. بتمنى أن يتابعونا على هودي الأكاونت كان فيسبوك وكان إنستغرام وكمان إذا حدا بعد بيحب يشارك معنا بالمعرض أي ساعة رح تطلعوا لايف ريمي بالأول؟ أي ساعة رح تطلعوا لايف؟ نحن هودي التفاصيل كلها تسوح بعدنا بإطار التحضيرات لوجستياً لهذا المشروع وإن الله رات نحن ببداية شهر أدار رح يكون كل شيء تحدد النهار والوقت يعني رح نطلع فيه لحتى نشوف يعني لأنه نحن ب 11 الشهر رح نكون موقفين التسجيل يعني بعد يومين قصدك بأيار يعني ما هيك؟ نحن هلأ في نيسان أي اللي احنا ناطرين لأنه تيكون بعد رمضان نحن يكون قطع رمضان ومن بعد رمضان إلا رب نكون نطلعنا لايف. نعم رمي مين المشاركين؟ كنت عم تذكر من شوي أنه بعد أبواب المشاركة مفتوحة لحديث هلأ كم شخص صار مشارك ولأمتين المدة حتى يسجلوا؟ نحن لحد هلأ صار في 12 شخص مسجل ونحن في إمكاننا نستقبل 20 شخص يعني بعد عنا إمكانية نستقبل أشخاص ثانيين عاديين بعد بالمشروع والآخر مهلة للتسجيل هي ب 11 الشهر يعني بعد كم يوم فبتمنى أنه من الكل يلي هني راغبين بالمشاركة يتواصلوا معنا على الصفحات المعرض أو يتواصلوا معنا كمان مباشرة عبر رقم الواتساب كمان اللي موجود على الصفحة. نعم مين هن الرواد والمحترفين بالحفر على الخشب بلبنان؟ ياريت هيك نعطي أسامي للأشخاص اللي عم يتابعونا اليوم مين أشهرهم؟ يلي من الأشخاص يلي موجودين معنا حالياً ومسجلين في عنا هني أغلبيتهم في عندهم هني بيتش على هني أونلاين شوب منهم يمكن ما كلهم في عندهم شوب محلات يعرضوا فيها وفي قسم منهم عنده محلات عم يعرضوا فيها منا مثلاً أرز وزيتونة في عنا ساستين ميترايب في كرياتيف بايريني في عنا كثير يعني في جدة للخشبيات هيدا مشارك معنا من السعودية يعني ونحن بعد هسا يعني ما أعلننا عن كل الأشخاص اللي هن مشاركين معنا حتى نشوف مين رح يكون بالتحديد بالفاينل مين رح يكون عندنا كل الأشخاص اللي تسجلين رح نرجع نعلن تباعا عن كل الأشخاص اللي هن رح يكونوا موجودين بهيدا المعرض من خلال الصفحة تبعتنا. طيب ما بعد هيدا المعرض يعني لوين انتم ناويين توصلوا؟ شو الهدف من وراء المعرض؟ أول شغلة هيدا المعرض مثل ما قلت هو كسر لهيدا الجمود الاقتصادي وكسر لهيدا الجمود الثقافي يلي صاير عنا بلبنان وعلى صعيد العالم ككل. فنحن كأعمال حرفية وكل الأشخاص كل الأعمال الحرفية مش بس بيشتغلوا بالخشب كل الناس اللي بتشتغل بالأعمال اليدوية كثير بترتكز بالبوستر تبعها أو بأنها تعرض غراضة وأن العالم تتعرف على شغلها من خلال المعارض اللي عطول بتصير متنقلة بأماكن مختلفة وبالأخص بخلال المناسبات الأعياد أو بالصيفية لحتى تستقطب السواح وتستقطب الأشخاص اللي هم بيهتموا بهذا المجال ظل هذا التسكير صار لنا سنتين ما عم فينا نعمل أي شيء فهيدا أول هدف لكن أنه نحن نرجع نطلع ونعيش المعارض ونعمل حركة اقتصادية وحركة ثقافية من خلال هيدا المعرض وأكيد نحن مش رح نوقف هون لأنه هيدا المعرض أكيد رح يكون فتح أسواق جديدة لكل العارضين إن كان بلبنان وكان الدول العربية عم فتحنا أسواق جديدة ليتعرفوا على أشخاص جديد لحتى يصير في عندهم كمان معارف جديدة بركي إذا الله رب هيك بتفتح بوجه الكل وبيقدروا يعملوا تقدم اقتصادي لحتى هيك نكون عم نعمل حركة وأكيد هذا المعرض مش رح يكون واقف هون هيدا التجربة الأولى وأول مرة هو عم يكون افتراضياً يمكن نكفي افتراضياً إذا حبيناها والكل المشاركين والمتابعين حبوها ويمكن كمان ننتقل أنه إذا رجع فتح البلد وتحسنت الظروف يمكن نرجع بغير وقت نعمله
بلوكيشن معين، يعني يصير معرض مثل باقي المعارض بيستقطب الجمهور تبعوته، يستقطب الرواد تبعوته بمكان معين ويجوا يحضروا دغري مباشره ويشوفوا الايتم قدامهم. نعم، مثل ما ذكرتي ريمي انه راح يفتح افاق جديده للمشاركين، وبرايك راح يفتح اسواق جديده كمان للاشخاص اللي عم بيشاركوا؟ اكيد بده يفتح اسواق، لانه مثل ما نحن المشاركين اللي نحن معنا لحد هلا المسجلين هن تقريبا من كل لبنان، مش من منطقه محدده، يعني في عنا من الشمال، في عنا من بيروت، في عنا من البقاع، في عنا من الجنوب، ففي كثير اشخاص من كل لبنان، هيدي على صعيد لبنان. وكمان في عنا اشخاص من الدول العربيه رح تكون مشاركه، فطبيعي الكل رح يكون عم يحضر، يعني الجمهور العربي رح يكون عم يحضر والجمهور اللبناني بكل المناطق اللبنانيه رح يكونوا عم يحضروا. فيعني هذا العارض اللي عم بيطلع يشارك معنا، يعني معناتها جمهور لبنان اللي متواجد معنا وعم يحضر رح يكون عم يحضروا هو، والجمهور العربي كمان عم يكون عم يحضروا، فهيدا اللي بيكون عم يفتح اسواق جديده لكل الاشخاص اللي هنا عم يعرضوا ان شاء الله. بظل هيدا الوضع الاقتصادي الصعب اللي عم نمرق فيه، هيدي القطعه الخشبيه اللي وراك انت شغلتيها ريمي؟ صح، هيدا شغل بكرييتيف باي ريمي. نحن بنشتغل هدايا خشبيه كاستمايزد، يعني بنعمل اشياء هدايا حسب الطلب، كلياتها من خشب، بتنعمل كلياتها هاند ميد. نحن جروب بنشتغل، يعني انا والبابا هو يلي بيعمل الخشب، غسان العلي، وانا برجع بهتم بالتلوين، يعني القطعه اللي وراي هي مخرقه تخريق بالخشب. نعم، شو هي هالقطعه؟ هيدي الام والطفل. نعم، اوكي، كثير حلوه، وهيدا شغلك اكيد، وانت رح تكوني مشاركه بالمعرض كمان، كل التوفيق لك ريمي العلي القاضي. ناطرين اذا الله راد هيدا المعرض الافتراضي الاول من نوعه بلبنان والعالم العربي للاعمال الخشبيه والحفر على الخشب تحديدا، ميدل ايست وود وركس اكزيبيشن، اللي من خلاله رح يكون في افاق جديده للمشاركين، هيك على امل نطلع من هيدا الوضع الاقتصادي الصعب اللي عم نمر فيه. مشكوره ريمي العلي القاضي، بتحب تضيفي شيء؟ اول شيء بدي اتشكركم على هالاستضافه الكثير حلوه، كانت لفته كثير حلوه من تلي ليبان، وانا كثير فخوره اني قدرت اطلع معكم واحكي عن هذا المعرض، لانه عن جد كثير انا كمان فخوره بهذا المعرض، وفخوره بكل شخص ساعدني ودعمني لحتى نحضر لهيك معرض، وبدي اتشكر كل شخص كمان ايمن وسجل انه يشارك بهيك معرض، فميرسي كثير لكم لفريق الاعداد ولاليك لهالاستضافه الكثير حلوه، وان شاء الله يا رب يكون المعرض ناجح وعلى قد المستوى اللي احنا عم نحضر له، وبرجع عن جد برجع بتشكركم عنه. اهلا وسهلا فيك رامي العلي القاضي، كل التوفيق. مشاهدينا بريك قصير وبنرجع من بعد لمتابعه احلى صباح. عودة مشاهدينا لنتابع أحلى صباح. شكل ثورين بركان جبل إتنا بجزيرة سيسيليا الإيطالية، وهو أعلى البراكين الناشطة بكل أوروبا، موجة من الغموض حول الأضرار اللي معقول أنه تنتج عن هيدا البركان. وعم نسمع بآخر فترة بمعلومات متضاربة عن كتلة هائلة من غاز ثاني أكسيد الكبريت اللي انبعثت من هيدا البركان واتجهت نحو الشرق الأوسط، ومعقول تسبب أضرار بالمياه بالهواء وبالبيئة عموما. لنحكي أكثر بدقة عن هالموضوع بستقبل بهالقسم الباحثة وأستاذة الكيمياء التحليلية ومديرة حفظ الطبيعة بالجامعة الأمريكية ببيروت دكتور نجاة صليبة. صباح الخير دكتور. صباح النور، أهلا وسهلا فيك بأحلى صباح. الله يعافيك. بداية يعني هيدا الاستيقاظ رقم 17 لبركان جبل إتنا، بحب أعرف منك شوي تفاصيل عن هالبركان بداية، هل هو فعلا من البراكين اللي بتعتبر بعدها ناشطة جدا بالعالم؟ هلا هو بجزر سيسيليا في كتير براكين مثل كأنه بيكونوا نايمين، وكل مدة بيعملوا انبعاثات أو هيك بيرجعوا بينفجروا. هيدا مبين، يعني أنا مني اختصاصية براكين، بس هيدا مبين إنه هلأ رجع مثل ما بيقولوا رجع يتحرك. نعم، إحنا ما فينا نحكي عن انفجار، يعني عم نحكي عن انبعاثات، تحرك، يعني تحرك، يعني بيصير ينشط أكتر وبيرجع بيرجع بيخفض. يعني أنا مرة كنت بمحاضرة هونيك والناس عايشة، يعني حوالي عارفين أنه في براكين نايمة بالمنطقة.
يعني المضحك المبكي انه الناس هونيك بعدها مكفي حياتها طبيعي، بس نحن عطلنا هم بلبنان بس سمعنا عن كتلة هائلة من غاز ثاني أكسيد الكبريت انبعثت من هالبركان وممكن تكون متوجهة لمنطقتنا. إنما الصبح يعني مع النشأة الجوية أكد لنا زميلنا بمصلحة الأرصاد الجوية إنه لبنان بمنأى عن هيدي الغيمة. شو معلوماتك دكتور نجاة؟ مظبوط ان احنا اليوم بتبين انه الطقس يعني هيك صار انقى وبتشوف السماء وكل شيء. باليومين الماضيين كان في محاكات، يعني شفنا الارصاد الجويه الاوروبيه عم بتقول انه ممكن نتاثر فيها، صار في معلومات متضاربه، ناس بتقول لا ناس بتقول ايه، بس الحلو انه نحن صممنا انه نتاكد انه لنشوف إذا نحن أكيد تأثرنا فيها ولا لا، وأخذنا عينات من الهواء ورح ندرسهم حتى نتأكد من الموضوع. بالعموم هي أنه مثل ما عم بتقول أنت أنه هنيك الناس عايشة حواليها وحدة وما كتير أنه يمكن تأثروا وحكيوا عنها ونقاشوها، بس أنه نحن في عنا مشاكل بيئية أكبر بكتير من هواء جاي من بركان بسيسيليا. يعني صحيح. اللي قاعد حد موتور كهرباء رح يتنشأ تاني أكسيد الكبريت قد ما يمكن أنه يتنشأوا من غيمة جاي من سيسيليا. نعم، مع كل حال يعني عم نشوف مشاهد مباشرة لايف ستريمينج من بركان جبل إتنا مباشرة من إيطاليا، عم نشوف الصور. وهذا البركان يعني اللي رجع استيقظ تقريبا منتصف شهر شباط، ويعني عم بيطلع انبعاثات وصلت ل 12 ألف متر بالعلو، يعني فعلا من البركان اللي كتير مهم اليوم بالعالم والكبيرة جدا. دكتور نجاة، يعني اليوم بنعرف تقريبا هالغيمة لوين اتجهت، راح تصوب أوروبا على مصر، سمعنا كتير معلومات مختلفة. ليك هو الهواء منه يعني ما فيك تقول لوين اتجهت، كل يوم تتجه لمطرح حسب كيف بياخد الهواء. نحن دايما نتأثر بكتل هوائية جاية من أوروبا، لأنه مثل ما حوض البحر المتوسط بيخلق مثل منطقة بصير الهواء يبرم فيها، وعادة وقتها يجي عنا مثلا كتل هوائية باردة بيقولوا هيدي جاية من أوروبا. نعم. وبتبرم بمنطقة الشرق الأوسط، من بعدين بترجع بتختفي أو بتتبدد مثل ما بيقولوا. يعني الهواء ما ممكن تحصره ولا بدقيقة ولا بلحظة، يعني كل دقيقة الهواء شيء عم بيتغير، وكل دقيقة الهواء عم يبرم وعم بينقل هالغبار من منطقة للتانية. يعني ما فينا نقول نحن تأثرنا مبارح وأول مبارح واليوم ما رح نتأثر. إذا الهواء منه جاي من اتجاه سيسيليا معناتها نحن ما بنتأثر، إذا إجا من هونيك معقول يوصلنا انبعاثات. شو مخاطر غيمة ثاني أكسيد الكبريت على البلدان اللي بتمر فوقها؟ إذا كانت بنسب عالية معناتها إنه بيصير في مثل رطوبة قليلة، لأنه هو تاني أكسيد الكبريت بياخد رطوبة من الهواء من الجو، منشان هيك بينصحوا إنه العالم تشرب ماء كتير. هيدي مش عنا عم بقول إنه إنه وقت يكون في كميات عالية. ونحنا نحنا هون عندي أنا مكانات قاست نسب عالية لفترة مدة قصيرة، وقلت لهم للعالم على صحة السلامة إنه يشربوا ماء حتى يتأكدوا إنه ما عم بيتأثروا. ونفس الوقت بيقولوا إنه الناس بتتأثر بالتنفس. ليش؟ لأنه بيعمل مثل هالغبو، وهيدا الغبو بيحبس الهواء. يعني مثل ما شفنا باليومين الماضيين ممكن تكون إنه هالغبو ببطل يخلي الناس اللي عندها صعوبة التنفس إنه تتنفس هي ومرتاحة. إذا بدنا نحكي شوي عن هيدا الغاز، يعني من ناحية شيميك فينا نقول هيدا الغاز وين بيتلاقى عادة؟ شنطة كبيرة. دايما وقت تحرق مواد كيماوية فيها سلفر بزيدوله هي السلفر. يعني من زمان كان الفحم الحجري فيه سلفر كتير، وكل الفيول اللي كانوا يستعملوها لحتى يمشوا السيارات كمان كان فيها سلفر كتير. هلأ صاروا عم بيقللوا كمية السلفر قد ما فيهم. دايما وقت يحترق السلفر يعني الكبريت من الفيول بده يعمل تاني أكسيد الكبريت. حيالا شي بيحترق ممكن يكون مصدر لتاني أكسيد الكبريت. هيدا الغاز بيأثر على البيئة ولا فقط على الإنسان بشكل مباشر، ولا معقول يأثر على الهواء على المياه على البيئة بشكل عام؟
ما بعرف إذا على المياه بيأثر كتير، بس على الهواء إذا نسبته كتير عالية ومش عنا، برجع بأكد إنه مش عنا، ممكن يؤدي لشيء اسمه شتاء أسيد رين، يعني شتاء أسيد 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 شوي، يعني بتضعف المخاطر على الإنسان والطبيعة بس يصير في هالغيمة مع المطر. هلا مع المطر بصير يأذي الشجر أكتر، نحن بنحمي حالنا بس الشجرة ما فيها تحمي حالها، بصير يتأثر أكتر مع الشجر إذا كان بكمية عالية، برجع بقول ومش نحن يعني. نعم. يعني ما بدنا، كتير مهم إنه نقول إنه الغيمة تبددت، ونحن اليوم الأرصاد اللي عنا ما قاست شيء أبدا تاني أكسيد الكبريت. يعني هيدي مصيبة زمطنا منها من كل المصايب اللي لا بس نحن يعني الانبعاثات اللي حوالينا هي أهم بكتير من هالغيمة، يعني هي أخذت تدجي أكتر ما بتستحق. نعم. إنه نحن دائما بنقول إنه في انبعاثات حوالينا من معمل الزوق، من الموتوريت اللي عم نتنشأهم كل يوم، من السيارات القديمة، هيدي على المدى الطويل بتأثر أكتر بكتير من إنه غيمة عبرة مرقة فوق راسنا لمدة يوم أو يومين. نعم. يعني ضروري إنه واحد يعني يفرق بين الاثنين، لأنه دايما وقت نحكي عن التأثير الصحي ما فينا نقول أنه اليوم تنشأت على مدة دقائق تاني أكسيد الكبريت صار معي سرطان بكرة، هيدا الشيء منه مزبوط. يعني عادة وقت يقولوا تأثير صحي بيعملوا له تأثير صحي على المدى الطويل، يعني بيقولوا قد ايه فيك تعيش تحت هيدي الغيمة لتقدر تتأثر صحيا. نعم. يعني دايما في عامل الوقت، عامل كتير مهم بقصة كيف بنعمل الحسابات يعني على التأثير الصحي. نعم. مزبوط. قصة إكسبوجر، والإكسبوجر يعني هو دايما بيعملوا له يعني كومبيوتيشن بطريقة قد ايه واحد عايش لفترة طويلة وهو متعرض لهذه الانبعاثات. نعم. عشان هيك يعني دايما وقت نحكي عن غيمة مرقة ما لازم لا يكون في هلع ولا يكون في هالقد أهمية، بفتكر الكميات والانبعاثات المحلية هي دايما بتأثر على الناس اللي عايشين حواليها أكتر بكتير. نعم. من هيدي الانبعاثات اللي بتجي من بعيد. بعدنا عم نشوف على كل حال مشاهد مباشر من جبل إتنا، بركان جبل إتنا لايف ستريمينج. دكتور نجاة، بينحكى كتير بلبنان إنه عنا مشكلة بالتلوث بالهواء، إنه ما بنقدر نقيس فعليا جودة أو نوعية الهواء اللي بنتنشأه بلبنان، وهين في تصريح اليوم للسيد معين حمزة الأمين العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية بتصريح لجريدة لوغيون لوجور، إنه اليوم نحن مش قادرين فعلا نقيس جودة أو نوعية الهواء اللي بنتنشأه بلبنان. بحب أسمع رأيك بهذا الموضوع. دكتور معين حمزة أستاذي. نعم. وغلصنا، وكل كلمة بيقولها هو بيعمل لها ألف حساب أكيد، ونحن متعلم منه، معه حق 100% أنه نحن للأسف ما عنا مكانات ولا شيء بيقولوا له نتورك، يعني شبكة مكانات تقدر تعطينا أدلة واضحة عن نوعية الهواء بلبنان. والأهم من هيك إنه دايما لما يصير في مشكلة منصير نقول إنه زادت نسبة الهواء. ما في شيء اسمه زادت إذا ما منعرف وين كنا قبل. يعني في شيء اسمه baseline، يعني ما نبلش بمطرح لنشوف إذا زادت بمطرح تاني. وهيدا دايما نحنا وقت يصير في مشكلة عنا بيئية دايما ننتبه إنه أف يا الله يا ريت عنا baseline. حتى بعد انفجار المرفأ بأربع آب عينينا من هيدي المشكلة، صحيح؟ دايما بحيالة مشكلة عنا هيدي المشكلة، انه ما بنقدر ننسب الاشياء اللي عم نشوفها لنعرف اذا عليت ولا وطيت، لانه ما عنا مثل ما بيقولوا continuous monitoring، يعني بدنا دايما ريفرنس لنقدر نقارن. ما عنا ريفرنس وما عنا شيء دايما يعني على طول عم بيعمل قياسات، لانه بالبلدان العالمية بالبلدان كلها في مراصد للهواء عم بتقيس الهواء على 24/24، يعني في مكانات عم بتقيس الهواء وعم بتقول للعالم اليوم منيح اليوم مش منيح، في حال صار في مشكلة بيقيسوا قدي عم تعلى وبيحكوا. منشان هيك صار في تضارب معلومات، ومنشان هيك صارت انه لا هيدا قال هيك لا هيدا قال هيك، كلنا غلط وكلنا صح، لأنه نحن كلنا عم ننسبها للي عم نشوفه هلأ وما قادرين
ننسبها للاشياء اللي موجوده عاده ونقدر نعمل حسابات مضبوطه. شو المطلوب اليوم؟ يعني بنسمع دائما هبات، في استثمارات بتصير بهيدا القطاع، بس فعليا لليوم نحن بعد مش قادرين يكون عندنا هالمستوى من التطور اللي نحن بحاجه له بهيدا العصر لنقدر نواكب كل شيء له علاقه بالبيئه. لك هي مش قصة تطور، هي إنه في كتير قدرات لبنانية فيها تأمن الشبكة اللي هي مأمنة، يعني وزارة البيئة عندها إياها، وفي قدرات علمية من ناس خبراء وشاطرين وقدروا مشوا هالمكانات لفترة زمنية. المشكلة هي إنه هول المكانات لما ما نحطهم وعددهم كبير بدهم صيانة وبدهم شيء مثل كاليبريشن، يعني بدنا دائما نتأكد إنه المكانات عم تقرأ صح، وقصة إنه نتأكد إنه المكانات عم تقرأ صح والصيانة تبعهم هيدي بتكلف مثل يعني بادجت، يعني بدك مصاري، بدك ترصد لها ميزانية كل سنة، يعني ما فيك تقول إنه أنتوا اشتريتوا المكانات خلص هلأ مشوهم، ما بيمشوا، بيمشوا لفترة زمنية كتير قصيرة، وبعدين مش إنه بيوقفوا، ما بنعرف إذا كانوا عم بيعطونا الجواب الصح. منشان هيك اللي اشتغلوا بوزارة البيئة وأنا على اطلاع معهم يعني كان كتير كتير دقيق، واللي وكتير واكبوا هالمكانات اللي حطوهم، بس وصل وقت انه ما بقى فينا نتأكد شو عم بيعطونا هود المكانات، وكان لازم نعمل لهم صيانة ومن رصد لهم ميزانية لان نعمل لهم صيانة. وكمان برجع بأكد انه ميزانية على سنة ما بتأدي، مفروض يكون في ميزانية سنوية لهود المكانات حتى يدلوا ماشيين بالطريقة السليمة ونحنا نتكل عليهم لنقدر نقول انه علي او وطي هيدا الغاز او هيدا الغاز وصار هيك وصار هيك. ياريت بيصير هيدا الشيء من ضمن الاشياء اللي وزارة البيئة فيها تطلعنا عليها كل سنة، لان نحن كباحثين منفضل انه ناخد هيدا المعلومات من وزارة البيئة لحتى نرتكز عليها ونقدر نعمل ابحاث جيدة. نعم، نحن دائما نحكي يعني عن ضرورة التنمية، فينا نقول المستدامة، ما في مثل ما قلت يعني إذا منحط بادجت على سنة ما بيكفي، بدنا دائما نفكر على المدى الطويل. بحب اغتنم الفرصة كمان معك دكتور نجاة إنك موجودة معنا لنحكي شوي عن حديث الساعة وهو كورونا. اليوم بعد سنة على ظهور جائحة كورونا، صار فينا نجزم إذا هيدي الجائحة كان لها تأثير إيجابي أو تأثير سلبي على البيئة؟ لأنه سمعنا بالبداية إنه اللوك داون فاد البيئة، إنما بزيت الوقت عم نستعمل كتير كيميكلز هالفترة، عم نستعمل ماسكات أكتر، عم نستعمل كتير ديزنفكتنس واشياء يعني يمكن مضره للبيئه. شو خلاصتك للموضوع اليوم بعد سنه؟ ليك البيئه منا شغله واحده، يعني ما فينا نحكي عن الهواء واللوك داون، يعني وقت الناس تقعد ببيوتها برهنت الدراسات انه للفتره القصيره اللي الناس انحجرت فيها ايه اثر على الانبعاثات اللي بتطلع من السيارات بكل العالم، ونزلت نسبة التلوث الجوي لحد 60% بعدد من المدن اللي بتتكل على المعامل، والمعامل وقفت بوقت الحجر. هالشي عم بيقولوا ما بيكفي لحتى نقدر نغطي كل المساوئ اللي عملناها من سنين عديدة لهلا، يعني بالنسبة للتغير المناخي هيدا اللوكداون أو الحجر ما أثر أبدا. بالنسبة لنا نحن نزل عنا تلوث بنسبة كتير قليلة، لأنه الموتورات اللي هن ما تأثروا بقصة الحجر دلوا ماشيين، ونحن بلد كتير سيء من ناحية التلوث الهواء لأنه عنا موتورات كتيرة عم نستعملها لنقدر ناخد كهرباء. هيدي بالنسبة لتلوث الجو، بينما لما نحكي عن تلوث المياه أو تلوث التربة أو الزبالة بنشوف إنه في كتير أشياء زادت. منشان هيك يعني منضرب منصلح من مطرح منضرب من مطرح تاني. أكيد المسكات في كتير عالم هلأ مش بس بلبنان، بكل أنحاء العالم عم بيحكوا قديه هالمسكات عم بتزيد من مشكلة التلوث، لأنهم لا بنعمل لهم تدوير. مش عم بحكي عنا، نحن ما عم نعمل تدوير لكتير أشياء، بس بالعالم حتى عم بفكروا أنه ما بنعمل لهم تدوير، منشان هيك نسبتهم من المرفوضات، يعني هن بيعتبروا من المرفوضات وعم بتزيد. نعم.
الباحثة وأستاذة الكيمياء التحليلية ومديرة حفظ الطبيعة بالجامعة الأمريكية ببيروت دكتور نجاة صليبة، شكرا جزيلا على هالمعلومات، على أمل فعلا يضل عنا هوا نظيف على القليلة ببلدنا ونهتم بمواضيعنا البيئية أكثر. مرسي لك. صباح الخير لكم مشاهدينا. لما بدنا نحكي عن رشية ما فينا ما نذكر أباء الاستقلال وقلعة رشية، ما فينا ما نحكي عن رشية المحيطسة، رشية جبل الشيخ، رشية عروس البقاع، هالمحافظة يلي بتضم ضمن طياطة معالم تاريخية سياحية بيئية ودينية. كيف إذا كنا عم ننقل الصورة بعين تصويرية لعدد من المصورين الفوتوغرافيين خلال مهرجان رشية للتصوير الفوتوغرافي اللي رح يصير قريبا، رح نحكي بتفاصيله مع ضيفنا لليوم وليد سيف الدين المصور الفوتوغرافي وصاحب الفكرة. صباح الخير لك وليد. صباح الخير جميعا، ان شاء الله يكون بخير. فكرة مهرجان رشية الفوتوغرافي بلشت سنة 2015. نعم. وهي اجت من وراء حاجة الزوار اللي بيزوروا رشية وبيطلعوا من رشية ما بيكونوا تعرف على رشية مثل ما لازم، يعني بيجوا بيزوروا رشية معالم محددة، قلعة رشية والسوق الأثري وبعض المعالم الموجودة برشية، لكن للأسف يعني السياح اللي بيجوا على رشية أو الزائر، إحنا ما بنحكي كل سياح، اللي بيجوا على رشية بصير من أهل البلد، بس يتعرف على رشية وزواريد رشية وبيوت رشية تراثية بيصير جزء من البلد. فمشان هيك بنحب إنه هالشخص اللي بيزور رشية ياخذ حقه مضبوط من زيارة رشية، ورشية تاخذ حقه مضبوط من السائح اللي بياخذ فكرة منيحة عنه. لاحظنا دائما كل الجروبات اللي بيجوا مش عم بيتعرف على المعالم المضبوطة، بيتعرف على المعالم الرئيسية، لكن رشية فيها بتتميز بأكثر من 70 معلم سياحي مميز، إن كنا عم نحكي عن الكنائس القديمة، إن كنا عم نحكي عن الطبيعة البرية، عم نحكي عن هلق سجانة محمية رشية، محمية هرمون اللي هي برشية كان المدى الكل يزوروها وهي ملاذ طبيعي للحياة البرية، وفيها معالم كثير حلوة، في عنا سياحة بيئية، في عنا حرف مهن قديمة مثل الفضة، مثل الصبيات، مثل دبس العنب، هلق عنا كمان دبس التفاح، في عنا كمان موضوع تربية النحل كمان من الأشياء بتشتغل فيها رشية، وفي عنا موضوع الكرمي اللي فيه أكثر من 100 منتج بيطلع من الكرمي، الناس ما بتعرف منه غير البيض أو العرق أو العنب أو الزبيب أو شيء، لكن في عنا برشية حوالي 100 منتج من منتجات العنب، بنحب الناس تتعرف عليهم بطريقة مضبوط. فكرة المهرجان إجت إنه نحن ندعي الناس وهم يكتشفوا شو في معالم برشية في طريقتهم بعدستهم ويكونوا حرين ينتشروا بين بيوت رشية وبين معالم رشية. والفكرة نجحت كثير بال 2015، كانت كثير مهمة، كان المشاركين من كل لبنان مشاركين، وكان في لجنة حكم بجلون تحية للدكتور صالح الرفاعي والأستاذ جمال السعيدي لأني مرجع كثير كبير في مجال التصوير بلبنان، دكتور صالح هو دكتور التوثيق والإعلام بالجامعة اللبنانية، والأستاذ صالح الرفاعي كبير مرصدي رويترز في الشرق الأوسط وهو نقيب مصورين، فكان غنية جدا. 2015 كانت كثير مهمة، الانطلاقة قوية كانت، وبال 2016 و17 عملنا نفس الشيء، بال 2018 عملنا مهرجان الفرح والتراث، نحن كنا جزء من المهرجان، كان بالتصوير عملنا معرض كبير وكمان كان لقى نجاح كثير كبير، ورجعنا كفينا بال 2019، لكن للأسف بال 2020 ما قدرنا عملنا لأسباب كلية بنعرفها، إن كانت موضوع كورونا ولا إن كانت الثورة ولا كانت انفجار بيروتي اللي نحن تعاطفنا معهم كمصورين، ونزلنا صورنا ببيروت بوقفة تضامنية معهم أكثر من هي الشيء فعلي، ونحن كمان شاركنا كفريق كرشاية فوتوغرافرز اللي هن تلاميذ تصوير، هن مش محترفين الكل، يعني مجموعة شباب صبايا عملنا دورة تصوير فوتوغرافي وانطلقت الفكرة من هالدورة هيدي. نزلنا شاركنا ببيروت بمهرجان فريم اللي هو كان بيصير بثمان مدن بالعالم بنفس الوقت، وبيروت كانت واحدة منهم، والحمد لله احتلينا المركز الثالث عالميا بالمشاركة، لأن كان في عنا حوالي 16 موضوع كنا بنحكى فيهم، وشاركنا بال 16 موضوع بمجموعة صور للهواة، والحمد لله احتلينا المركز الثالث، كان مشاركة كثير حلوة وانبسطنا فيها. أنا بنحب نعرف الناس عنا برشية إنه رشية مش بس قلعة الاستقلال، وحتى قلعة رشية مش بس للاستقلال، لأن هي مبنية على أنقاض رومانية وفيها أبراج رومانية عمرها بال 2500 سنة، وفيها قبو صليبي عمرها بال 1100 سنة، وفي عنا معالم ثانية كان الجزء الشهابي، ولكن كان جناح الاستقلال اللي هو كان الجزء الفرنسي، لكن
رجايا فيها كثير معايير بنحب الناس تتعرف عليها بطريقه افضل. استاذ وليد كان ذكرت عملنا مهرجان سنه الماضي. عم تسمعني؟ كنت ذكرت انه بداتوا بهيدا المهرجان بعام 2015 ب10 نيسان 2015، يعني لبكره بيكون صار مارق 6 سنين على هيدا المهرجان لتصوير الفوتوغرافي لمنطقه رشيا الوادي. شو هي المواضيع اللي رح تتضمنها السنه للتصوير؟ ما هلا هيدي السنه فتحينا منصه الكترونيه، ما رح نقدر نعمل تجمعات، ما رح نقدر نعمل الجوله اللي كنا مخططين نعملها، لكن المنصه مفتوحه، رح نعلن عنها بكره الاعلان عنها لتجميع اكبر عدد ممكن من الصور برشيا. نحن صار في عنا حوالي 1,000,000 صوره لمنطقه رشيا من هالست سنين لليوم، وهذا عدد كثير كثير كبير، ونحن بنفتخر بهالارشيف الكبير. وكل الصور اغلبيتها صور هواة، يعني الناس بحبوا يشوفوا صورهم اللي هن مصورينها بالمنصه، وهي منصه عم نجرب قد ما فينا نعملها بوستن كرمال اغلب الناس تشوفها. بتمنى الكل يزوروها، اسمها رشيا فوتوغرافرز، فوتوا شوفوا صور برشيا، تعرفوا عليها. اذا حدا بده يعمل زياره لرشيا صار بيقدر ياخذ فكره لوين بده يروح لوين بده يجي، وهالمعالم كلها موجوده موثقه بالصور، هواة وناسها كاتبين عنه معلومات اللي بيعرفوا عنه. ب 10 نيسان بكره ان شاء الله رح نعلن عن المهرجان رح نعمله، والمسابقات رح نعملها، ورح تتضمن ان 5 مواضيع رئيسيه يلي يعني نحن دائما نعملهم. اول موضوع هو الصوره التراثيه يلي بتضم المعالم التراثيه برشيا، ان كان حرف ولا مهن ولا البيوت التراثيه، بيوت القرميده اللي عمرها اكثر من 100 سنه، او كان في عنا الدام الثانيه اللي هي سيلفي رشيا خلفي. الهدف منها هو انه نخلي الناس تنتشر بين بيوت رشيا وبين المعالم تبع رشيا وتصور شيء بدل عن رشيا، يعني القلعه اي حدا بيشوف قلعه رشيا بيعرف انه هي برشيا، بس اذا حدا صور بيت ما راح ينعرف انه هي برشيا. مش هيك بدنا هون حرفه الشخص المشارك انه هو يخترع الصوره لرشيا اللي بحب يطلع فيها. في عنا صوره تاريخيه اللي هي بلاك اند وايت، هيدي تقنيات كرمال الاشخاص يعطوا قيمه تاريخيه للصوره اللي بيصوروا بيت قديم بالملون، ببين انه الصوره جديده، لكن اذا اضافوا عليها بلاك اند وايت بيعطيها بعد تاريخي اقدم شوي صغيره. في عنا الصوره الطبيعيه، يعني نحن بنشجع الناس يروحوا على يعملوا هايكنج ويتمشوا بالبريه. رشيا فيها معالم كثير سياحه حقيقيه، في عنا اكثر من 8 هايك تريلز يلي بتتميز فيهم رشيا، مسافات طويله، مسافات متوسطه، مسافات قصيره، ومستويات الصعوبه كمان مختلفه بترضي كل الناس. حتى في عنا اماكن للاولاد اللي بحبوا يمضوا وقت بالجبل برشيا، في عنا اماكن. وفي عنا المشاركه، الاجمل صوره اللي بتاخذ اكثر عدد لايكات على الصفحه يلي راح تكون هي صوره الغلاف رح نعمله على الصفحه خلال السنه القادمه. نعم. بتمنى الكل يشاركوا بهذا المهرجان، مش بس اهل رشيا، حتى اللي برات رشيا بحبوا يزوروا رشيا ويصوروا، اهلا وسهلا فيهم. ارقام تليفوناتنا موجوده على الصفحه، وتواصل معنا كثير سهل، نحن بنقدم كل خدماتنا مجانيه، واهلا وسهلا بكل الناس بحبوا يجوا. تلفزيون لبنان مش مقصر ابدا، انا شهادتي مجروحه بتلفزيون لبنان، لان دائما بكل مناسبات بيواكبنا، ان كان بمهرجانات عيد الاستقلال ولا بعيد الدجاج، ولا ان كانت بالمهرجانات اللي بنعملها السنويه، ان كان يوم الدبس، ولا ان كانت بمهرجان تصوير فوتوغرافي. هيدي شغلات نحن شهاداتنا مجروحه بتلفزيون لبنان، وبتمنى انه اطول نضالكم بهالهمه يا رب. شو راح يميز المسابقه هيدي السنه عن السنوات الماضيه استاذ وليد؟ السنه نحن مراهنين على المشاركين يكون في عندهم ابتكار بالافكار، لانه نحن الافكار تبعنا كانت تتطبق على الارض، لكن لانه مش قادرين نعمل تجمعات، مش قادرين نفوت مع الناس بين البيوت ونفوت على المعالم بشكل طبيعي مثل اي ايام عاديه بسبب جائحه كورونا، نحن عاملين حجر برشيا وعندنا التزام بالحجر، يعني الناس اللي عندهم اصابه حجرين حرم ببيوتهم، والاشخاص اللي عم بيعملوا لقاحات كمان نسبه منيحه عندنا، مش عاطله ابدا نسبه الاشخاص المسجلين على المنصه، وهي الشغله كمان بتساعدنا اكثر، بتسهل علينا بالعام المستقبل، لكن اليوم مش قادرين نحن نتحمل 1% مجازفه انه نخلي الناس تتعرض لبعضها ويصير في احتكاك، وممكن حدا يلقط الكورونا ويأدي غيره وينقل العدوى من رشيا او من برات رشيا لرشيا. من هيك تركينا الموضوع الابتكار للناس، وتركين حريه الاختيار، هن التامل اللي بحبوا يصوروه، بحبوا يتجولوا بقلب رشيا، بحبوا يشوفوا من ارشيفهم القديم كمان الصور الغير منشوره، مثلا في عنا اشخاص بيعطينا صور لرشيا من 100 سنه، وهيدي نحن بنعتبرهم كنز، يعني لو كانوا مش صور جديده، لكن بنعتبرهم كنز كوننا نحن بنحضر لارشيف صور رشيا، وعنا المعرض الدائم لصور رشيا كمان بالقلعه اذا حدا بحب يجي يشوفه، عنا اكثر من 200 صوره قديمه من ارشيف الجنود الفرنسيين اللي كانوا موجودين بلبنان، او حتى من الصحافه اللي كانوا بهذاك الوقت عم بيصوروا. هذا كمان كله بخلي الناس تتفاعل اكثر مع الفكره،
وبتمنى أن يكون في أفكار رائدة وأفكار مبتكرة كرمال نحن نستعين فيها بالسنوات القادمة. كون أسا اليوم كله عم بيصير على الإلكترونية المعارض. أستاذ وليد قد صار عدد المشاركين لهلأ؟ نحن اليوم لحد اليوم صار في عنا 45 اسم مسجل للمشاركين بالمهرجان تبع السنة هيدي. ال 45 اسم رسمي، هلا في اشخاص كثير بيشاركوا ما بيكونوش مسجلين اسمهم على المنصه، بيبعثوا صورهم او بيحطوا لهم بوست او شيء ونحن بنشوفهم لهم. نحن في عنا شغله كثير مهمه، نحن ما بنقيم الصوره اذا كانت جيده ولا مش جيده، نحن شغلتنا ننشر الصوره، الناس هي اللي بتقيم، لجنه الحكم هي اللي بتقيم جوده الصوره وفعاليتها وجمالها بمعايير احترافيه، لكن نحن دورنا بس انه ننشر كل الصور اللي بتجينا وننشرها على الصفحه كرمال كل الناس تتعرف على معالم رشيا. ورشيا قضاء، يعني عندنا 26 بلديه حوالي 30 بلده، صور لكل المنطقه، عندنا حوالي مساحه 485 كيلومتر مربع، مساحات كثير كبيره وناس كثيره ما بتعرف المنطقه مزبوطة. يعني انا بعرف ناس من رشيا ما بيعرفوا رشيا كلها مثل ما لازم، ناس من ضيعة تاني مثل مدوخة فيها معالم أثرية ومعالم سياحية رائعة جدا، حتى أهل البلد المسافرين بكندا بيبعثونا صور من كندا وأهل البلد اللي هون ما بيعرفوها، فمنحب إنه هالتفاعل يكون تفاعل إيجابي وكل الناس تتشارك بهيدي الصور كرمال كل الناس يكون عندها فكرة عن كل شيء موجود. مين بتضم لجنة التحكيم وليد؟ نعم؟ مين بتضم لجنة التحكيم؟ كنت قلت لجنة الحكم هي اللي بتاخذ القرار. عندنا دكتور صلاح الرفاعي هو رئيس اللجنه والمجلس بعده ما اكتمل عنا، نحن بعد ما عنا شهر شغل يعني. نعم. بس يصير في عنا الاسماء النهائيه بنرجع نحكي عنها وان الله رد بيكون كل شيء تمام ان شاء الله. ذكرت من شوي انه بعام 2019 رشيا فوتوغرافز يلي هو هيدا الفريق المختص بالتصوير لرشيا تحديدا شاركتوا بمهرجان فريم، هيدا المهرجان يلي شارك فيه 8 مدن عالميه ومن بينها كانت بيروت طبعا، وانتم حصلتوا المرتبه الثالثه بالمهرجان. خبرني شوي، عم بتخططوا لمشاركات من هيدا النوع قريبا؟ نحن اكيد بمهرجان فريم نحن عملنا سجلنا فيه للمهرجان، بكل مره بيصير مهرجان فريم نحن مستعدين نشارك فيه وين ما بيكون باي مدينه بالعالم، بنحب نشارك، لكن طالما لبنان مشارك فيها، اذا لبنان مش مشارك بالفريم نحن ما فينا نمثل دوله ثانيه. بنحب انه هالمهرجان يصير مره ثانيه وثالثه لانه كان فيه من 8 دول اكثر من 1000 مشارك بالعالم، شغله كثير مميزه وكان مهرجان رائع جدا، كان لمدة 24 ساعة مثل ماراثون تصوير، كنا كل مرحلة في عنا 4 تايم عم نصورهم على 4 مراحل 16 تايم كان في عنا، وكل ما نصور الأربع مواضيع نبعثهم على أبلكيشن هن محددين إياه على موقع هن محددين إياه، بس ناخذ الأوكي بننتقل على المرحلة الثانية، يعني كان ماراثون تصوير بس كان رائع جدا وتجربة جميلة جدا وبتمنى إنه تتكرر دائما وتصير دائما ومش بس ببيروت، تصير بكل لبنان وينعمل فريم على قد لبنان. لكن لانه مناسبه عالميه كانت مشاركتنا مميزه فيها، وخاصه انه كل التلاميذ اللي شاركوا فيه تحت 18 كانوا بهذاك الوقت. نعم، بما ان الموسم السياحي للسنه للاسف غير موجود، يعني نحن راح نجرب نعزز هذا الموسم اكثر واكثر عبر الفيسبوك وعبر الصفحه الخاصه لكم حتى ننقل جمال لبنان ولبنان اللي بينبض بالحياه من خلال العين التصويريه لعدد المصورين الفوتوغرافيين اللي راح يشاركوا بهذا المهرجان. هذا المهرجان هو من تنظيم مين؟ هو بمبادرات اهليه ومحليه صحيح؟ هي مبادرة فردية من فريق التصوير، ما في عنا ولا سبونسر ولا في عنا أي رعاية ولا أي شيء، نحن أخذين إذن من بلدية رشيا، وبلدية رشيا مشكورة مع يعني بتقدم كل التسهيلات اللازمة، وهذا المهرجان الحلو فيه إنه ما بكلف مصاري، بكلف تعب وشغل ناس، يعني فولنتير كل الشغل تبعنا، وهيدي الشغلة بتميزنا بتخلينا نشتغل بمحبة ونشتغل نحن بدون ما نكون ناطرين انه حدا يقلنا سلندياتكم او يعطيكم العافيه او هذا مبلغ مادي بدل اتعبكم، هيدي الشغله بتشجعنا اكثر نشتغل، انا عم اشتغل من كل قلبنا لانه هدفنا هو نشر افضل صور عن رشيا لكل العالم، يلي هو اقرب منطقه لمنطقه التجلي، نحن بنؤمن انه سيد مسيح تجلى عن جبل الشيخ وبصير في عنا بخمسه وسته اب كل سنه الاحتفال، لكن من وراء الاحداث بسوريا والمشاكل على الحدود عم نتجنب هيدا المشوار. كرمال هيك عم نضلنا محصورين بس بمنطقه اليابسه، السنه ان شاء الله يكون الوضع احسن، لكن لحد اليوم مش مبين انه في امكانيه نطلع لجبل الشيخ، لكن احتفالات عيد التجلي على طول بنعملها، وعلى طول بندعي الناس عن طريق عن صفحه رشيا فوتوغرافرز وعن صفحه بلديه رشيا، بنخبر انه نحن في عنا عيد التجلي وبندعي كل الناس تشارك فيه، وعيد التجلي مش محصور بس بالطائفه المسيحيه الكريمه وانما معني في كل الشعب اللبناني
وكل الأم على الأوج الأرض، لأنه عيد التجلي هو عيد خلاص وعيد المحبة. نحن بالنسبة لنا بنعتبره عيد محبة، والناس بتحب بعضها والناس تتبادل القرابين اللي هي قربان المحبة مش قربان المقدس. هيدي الشيء اللي نحن بنحب كثير نوثق عليه وبنحب نضوي على رشية، بلد التآخي وبلد السلم الأهلي ورمز من سلم الأهلي. رشية الوادي أيقونة الصور. مشكور لمداخلتك معنا الأستاذ وليد سيف الدين كمصور فوتوغرافي وصاحب فكرة مهرجان رشية للتصوير الفوتوغرافي. ليف لاف رشية، هيدا هو الشعار اللي لازم من خلاله ليف لاف لبنان، كمان على أنه نكون نحن أوفياء لوطننا، نحب وطننا من قلبنا ونحافظ على بيئته اللي هي جمال للعالم ولنا. مشكورين على متابعتكم لنا ببرنامجنا الصباحي من أحلى صباح. نحن نرجع منطلع عليكم إذا الأراضي الأسبوع القادم. بتمنى ويك أند ممتع للجميع. إلى اللقاء.